شفتي يرجع في سبب بويما. الدفاع القوي لعقبة السواحل الفلسطينية خلال يوم البارحة، والتي استمر حتى خلال اليوم، خاصة بعد الزوال، إلى مرور منخفض جوي في الشمال الأطلسي، شمال غرب جزر بريطانيا، مصحوب شفتي في برياح قوية بويما. أدت إلى ارتفاع علو الأمواج والتي وصلت إلى الساحل الأطلسي. وعلو الأمواج في السواحل الأطلسية تتراوح علوها ما بين 4 إلى 5 أمتار، مع العلم أن خلال هذه الفترة أن الأمواج العالية تتزامن خلال فترة المد، خلال يعني بعد زوال البارحة وكذلك حتى بعد زوال اليوم، خاصة بين الساعة 3 زوالا إلى 5 زوالا، تكون من فترة المد اللي علو يعني البحر تكون في حدود 3 أمتار إلى 3.5 أمتار، مما يزيد من علو الأمواج. وهذه الحالة الجوية المتميزة بهذا البحر الهائج والقوي في السواحل الأطلسية شفتي في بويما. سيستمر خلال بعد زوال اليوم، وستنقص الحدة ديالو ابتداء من يوم الخميس غدا بحول الله، ليصبح علو الأمواج 3 أمتار.